ازيك يا عبد المعطي؟ ده انت منورنا انت والهندسه. ربنا يخليك يا عم مصطفى. اؤمر يا عم معطي. اديني بقى سجاير وعصير وسندوتش وباكي بسكويت. اتفضل يا عم معطي. سندوتش؟ ايوه. باكي بسكويت. اتفضل يا راجل. شكرا. يا سلام يا حسن، الواحد دلوقتي بيخش على الكانتين زي الاسد. الست ذكرى بصراحه ربنا يكرمها مظبطانا في الرصيد على الاخر، بس الست ذكرى دي شكلها بتحبك يا حسن. مفيش حد بيحب حد عبد المعطي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي الست ذكرى مهتميه بيك اخر اهتمام، وبعدين اسالني انا عن الحب. ايه ده يا حسن؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وانت ناويت تقابله؟ هموت عبد المعطي، كل ده مش عارف اوصل له. ما بلاش يا حسن، قضي المده دي بسلام علشان تطلع بره بسلام. يعني مده عبد المعطي ده لسه ما اتحكمش عليا وحاسس ان خلصت خلاص. اهي ايام كلها زي بعض، هتفرق ايه عن بره؟ ده هتفرق كتير قوي. بره الدقيقه ب 60 ثانيه، لكن هنا الدقيقه ب 60 سنه. انا خايف عليك يا صاحبي. ما تخافش، ما بقاش في حاجه نخاف عليها خلاص. احنا وصلنا لاخر الخط، مفيش محطات تاني، احنا جينا هنا ومش راجعين، انت فاهم؟ يا اخي يا اخي والله بخاف على صحتك. مش بكيف يا اخي. معقوله زنزانه اكرم البدري ما فيهاش كاسات اولد فاشن؟ مع اني والله موصيهم عليك. طمني يا اكرم، يعملوك ازاي؟ انا عملت اللي عليا وكلمتهم كتير. هبقى اوصي عليك زياده. ايه ده؟ ده الاستاف كمان ناقص. لا ده انت فعلا محتاج توصيه. هتفضل طول عمرك زي ما انت، عيل تافه صغير، عمرك ما هتكبر يعني. هم الكبار خدوا ايه يعني يا اكرم؟ ما هم مانسينك هنا، هم وزراء ورجال دوله مليارديرات. البلد دي مش عايزه الكبار، عايزه الصغيرين اللي لسه بيكبروا يا اكرم. تفتكر انت ضحكه الشماته اللي انت حتى مش عارف ترسمها على وشك ممكن تهز واحد زي تبقى عبيط يا عادل؟ طول عمرك بتفهمني غلط يا اكرم. ده احنا اصحاب من زمان، بس للاسف انت دايما شايفني الصاحب الخايب اللي ما يعتمدش عليه. طب وفكرك يا عادل يعني ايه اللي ممكن يكون يتغير؟ لا كتير كتير قوي يا اكرم، والخايب بيتعلم، واللي ما يعتمدش عليه امبارح بكره يشيل المسؤوليه غصب عن عين صاحبها. هو انت تفتكر يا عادل ببونيتيلك ده ان الباشا ممكن يديك الدفه عشان تكمل المسيره من بعدي؟ اهبل رسمي، أنا خارج يا عادل، خارج. باشا مين ومسيرة إيه يا أكرم؟ أنت فهمت إيه؟ شغلك ده ما يلزمنيش، لأنه كله مشبوه. أنا بكلمك عن أكتر حاجة حاولت تحافظ عليها عشان أشيلها من عليك. نورهان يا أكرم، وطبعا مارو في العين دي قبل العين دي. وهو ابنك ايه يا اكرم؟ وهو ابني انا كمان. كل حاجه كانت ليك بقت ليا، ومش هتعرف ترجعها تاني. اكرم البدري خلاص انتهى. حاول يا عادل، حاول على قد ما تقدر تاخد مني كل حاجة، لو
وحاول على قد ما تقدر تتمتع بيها قوي عشان لما اخد دنيتك من قصاد عينيك تفتكرني كويس وهتندم وتبكي بدل الدموع دم. لا تبكي مش هتلحق اصلا. فاكر يا أكرم؟ فاكر لما قلتلك بيهوهو كتير بس ملوش لازمة؟ نسيت تقولي مين اللي بيهوهو ده؟ اللي اسمه عادل وأبو سمراوي. يلا بينا فرخ. قوم هات الكبيرة عايزك. أصلاني ما تقوم يا نونوس. ما تغور ياض وتخلينا ناكل بمزاج. أنت بتقول لي مين يا؟ سيبه يا خايب. خد الفرخة وديها العشرة يمكن يبقوا فرختين النهاردة. أنت مش عارف إن الفرخة دي بتاعتي ولا إيه؟ ولا هتلك وغيران مني. تعالى العشة واسعة. يد ناكل قلبك يا ولا تحبك في حاجة تانية. تروق اجمع عساكر كل واحد يقعد مكانه. حسن رشيدي تعالى معايا شيلوا لي الجثه دي من على الارض. على فكره انا قريت الفصل الاخير زي ما قلت لك يعني هو حلو قوي. ايوه بس يعني مليان وجع وانا بقراه ما بقتش عارفه اسقف لك واقول هايل ولا اقول لك جواك كل الوجع ده. يعني الكلام ده تاني مره اسمعه. المره الاولى من صاحبي اللي فاهمني قوي الدكتور امشير ورخم قوي ورخم قوي. والثانيه منك انت. انا رخمه؟ لا 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 هو انت. لا طبعا مش انت. علي ازيك يا فاتن؟ الحمد لله. وانا كنت في المستشفى وسالت عليك قالوا لي انت مسافر البلد. لا ما سافرتش. اجلت كنت تعبان شويه. ورد زميلتي في المستشفى الدكتوره فاتي. اهلا بشرفك. ازيك؟ كويس الحمد لله. طب معلش حاسبي لي ممكن؟ عن اذنكم. اهلا عامل ايه؟
عامل لنا اكل ايه النهارده؟ طب يلا ناكل. يلا باشا، سمعت ان انت عاوز تقابلني، بس في الحقيقه انا اللي عاوزك. اقفل الباب يا ابني. سيبه زي سعادتك. اطلع بره. بره عمك يا كومبير.